فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الدنيا كما شاهدتها دول، من صره زمن ساءته أزمان. خليني أقول لكم حاجة على المستوى الشخصي اللي هي مع محمد عبد الوهاب، ويمكن ممكن أكون قلتها مرة أو اتنين في النطاق الضيق لكن مش على النطاق العلن. يعني ثلاثة بالله العلي العظيم، أنا لحد دلوقتي لا اتفرجت على أغنيتي اللي كانت في ماتش اعتزالي، ولا اتفرجت على ماتش اعتزالي نفسه. ما حسيتش في يوم ان انا ممكن اتفرج على حاجه يعني كان فيها حاجه صعبه جدا جدا، درس من دروس الحياه هتاثر في نفسيتي فتره. لا قدرت اتفرج على المباراه وهي مباراه اعتزالي، ولحد دلوقتي كانت 6/10/2006 لحد دلوقتي لحد 31 أغسطس 2018، والله العظيم ثلاثه ما شفتها خالص، لان كان فيها اغنيه محمد عبد الوهاب وكان فيها كلمه كمان قبل الماتش وكمان الاغنيه نفسها بتاعت محمد عبد الوهاب، لا اتفرجت عليها خالص. وحتى لما بتيجي على اليوتيوب ما بقدرش، او بتصادف ان انا بقلب في صباعي بقلب هنا وهنا هنا هنا فبتيجي بالصدفه ما بقدرش اتفرج عليها. اذا كنت غبت عن اللسان وغبت عن العقل فانت مكانك في القلب يا عبد الوهاب. عني لو يوم بتغيب وأجمل ذكريات بتسيب وتيجي سيرتهم نتبسم عشان في قلوبنا مش بتغيب. عني لو يوم بتغيب وأجمل ذكريات بتسيب وتيجي سيرتهم نتبسم عشان في قلوبنا مش بتغيب. ونفضل نحكي نتكلم ومن إخلاص نتعلم، نقول إنه حبيب وعزيز هو سيد عبد الحكيم. نجم كبير هيكتب لك تاريخ شاهد على بطولة، وكل مكان هيشهد لك في أفريقيا دي لك حكاية. نجم كبير هيكتب لك تاريخ شاهد على بطولة، وكل مكان هيشهد لك في أفريقيا دي لك حكاية. كتير في الدنيا بنقابل وزيك صعب هنقابل، ويوم عيدك هنتقابل هتلقانا هنا جنبك. ويوم عيدك هنتقابل هتلقانا هنا جنبك. أحيانا بتختار حاجات لنفسك لكن بعد ما بيعدي وقت كده بتحس انها ما كانتش ليك. يعني الكلمات الاغنيه دي ما كانتش ليا ابدا، كلمات الاغنيه دي اللي اتقالها او بعدها ب 24 ساعه توفى محمد عبد الوهاب، تحس ان هو كان بيقولها لنفسه، يعني كان اكنه كان بيغنيها لنفسه، دقاها في الكلمات كده هتحس ان هو كان بيقولها لنفسه. ربنا يرحمك يا عبد الوهاب. زي ما قلت لك او زي ما بقول للناس كلها في الوقت الحالي، من علامات رضا ربنا سبحانه وتعالى، او دي الخاطره اللي عندي في دماغي او اللي جت في دماغي، يعني ان انت في يوم معين يوم 31 اغسطس كل الايادي بتبقى مرفوعه، كل القلوب، يعني حتى لو ما كانتش عصرتك او شافتك او ما كانش بينها وبينها اتصال او مكالمه او حديث، لكن في حاجه ربانيه. يعني يوم 31 اغسطس كل الناس بكل ميولها اللي ليها في الكوره واللي ملهاش في الكوره بتدعي لمحمد عبد الوهاب. نروح فاصل وبعدين ندخل في حلقتنا النهارده، فيها كلام كتير جدا 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 هتشاركونا في بعضه وهنتكلم احنا في بعضه، وهيكون معانا في الجزء الثاني كابتن عادل طعيمه، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن حماده صدقي.